كيف تنقل كل بيانات الواتساب من ايفون لاندرويد او من ايفون لايفون بدون ما تستخدموا لا الاي كلاود ولا اي وصله بيناتهم؟ خبروني بتعليقات اذا خسرتوا بياناتكم قبل هيك بسبب عدم توفر هي الميزه او بسبب عدم معرفتكم للطريقه. راح تروح على الواتساب اللي فيه البيانات داتا، تضغط على سيتنج، بعدين تدخل على الدردشه، تنزلوا تحت هون كنت تختاروا نوع الجهاز اما لايفون او لاندرويد. إذا أنا في عندي جهاز الأندرويد راح أعمل أخلي لأندرويد، وهون بيعطيني خيارين، إما البدء بنقول عليه العادي تمام بجهز لي الداتا تبعتي كلياتها، خلص من جمع الداتا تبعتي. شرط لازم عشان تنتقل كل الداتا، إذا بضغط على الموافقة ومتابعة استخدم نفس الرقم اللي كان موجود على الآيفون قبل. أما الطريقة الثانية اللي هي لو بدي أنقل الرقم ثاني غريب مش نفس الرقم اللي بستخدمه هون، بدي احط نقل الى لاندرويد وبحط هون هل تريد النقل الى رقم هاتف اخر، بس هي بدنا ننتبه لانه هي بتطلع معي مره واحده بس زي ما انتم شايفين وقارئين لمره واحده، بعدها بعطيه التالي وبمشي بالخطوات كلياتها وبحط الرقم القديم هون والجديد هون وبدخل الرقم على الجهاز الجديد.